من أجمل ومن أهم الموضوعات عندنا في تحليل التباين فاكتوريال أناليسيس. الحقيقة احنا خدنا كذا نوع دلوقتي من تحليل التباين أنسلو فيرينس، وخدنا التفريعات المتعددة بتاعته. فالدور المرة دي على الفاكتوريال أناليسيس أو الفاكتوريال ديزاين بالنسبة لنا. في عندنا طبعا ديفينيشنز أساسية بنبتدي بيها دايما، وبعد كده مميزات بتاعة الفاكتوريال أناليسيس، وبنركز على تو فاكتور فاكتوريال ديزاين. عندنا مثال او اكتر من مثال في كتاب منتج جمهوري اللي احنا شغالين منه دوت، بيحدد الفاكتوريال اناليسيس على مستوى التو فاكتور فاكتوريال ديزاين. وفي نفس الوقت بيبتدي يديني التست ازاي اقدر اتعامل مع ازاي اعمل اختبار للفاكتوريال ديزاين، والتحليل الاحصائي للفيكسد افكت موديل. بعد كده بنبتدي نشوف ان انا بعمل استيميت للبارامترز بتاعت الموديل بتاعي، ومن اهم النقط الموجوده معانا ازاي احدد او ازاي اختار سامبل سايز، حجم العينه اللي انا اتعامل بيه مع الفاكتوريال ديزاين. طبعا في بعد كده مجموعه اسامبشنز لو في عندي نو انتر اكشن في التو فاكتور موديل، وبافتراض ان في عندنا انتر اكشن موديل اللي معانا. بعد كده برضو الموديل اللي معانا لو في انتر اكشن فور تو فاكتور مودلز.